الأطباء كلهم شيلوا إيدهم وقالوا أكيد ولا ممكن أنه يشفى. بلبنان وتحديداً بجعيطة ومنذ أكثر من 30 سنة شهدت الباحة الخارجية للكنيسة القديمة بدير مورلياس على دموع أم قلب موجوع على ابن المريض. بين سنة 1986-88 تقريباً كان في شاب اسمه رجاء لووز كان مريض بالسرطان وكان حالته كتير مستعصية. أمه كتير متعبدة لمارلياس وكتير بتصلي، اجت لهن على هذا المكان وصارت تصلي وتتعبد لمارلياس وتصلي وبالدموع وبكي، وكل ليلة تجي لهون على 3 أيام حتى تطلب من مارلياس لشفاء ابنها. 3 ليالي من الصلاة المتواصلة مع حرقة القلب كانوا كافلين بقتل السرطان اللي نهش بجسم رجاء، ولكن ما قدر يتغلب على روحه وإيمانه. ومن بعد 3 أيام بيتلفنوا لها تتروح على المستشفى، وكانت مفكرة أكيد رح تشوف إنه ابنها ميت أو رح يكون إنه عم بيحضروا لها خبرية إنه رح تشوف إنه ابنها ميت. بتروح على المستشفى وإذ بتتفاجأ إنه ابنها كان حلم بنومه مارلياس بقياس التمثال يلي منشوفه بالدير على مدخل الدير، وبوقتها حط شاف بالحلم انه مارلياس حط ايده عليه. تاني نهار بيعملوا له بيرجعوا فحوصات من جديد وبيتاكدوا انه ما بقى فيه كانسر وشفي رجاء. نعمه الشفاء من المرض منحت على يد مارلياس الحي اللي زاره بالحلم، وتكريما لذلك ام رجاء بتحويل الحلم الى حقيقه مع تجسيد لتمثال مارلياس تربع على مدخل الدير بجعيطة. على أثر شفائه بيقرر أنه مثل ما شاف مارلياس بالحلم بذات القياس يرجع يعمل تمثال من بيته قدام الكنيسة اللي كانت أمه تجي تنام وتصلي لمارلياس قدامه.